الدكتور شيران الاخوه المستمعين اجتماعنا اليوم عشان نناقش القضيه. دعاء دعاء هنجتمع المره القادمه لميعاد الجلسه وهقول لكم على الموعد بالضبط قبلها بفتره كافيه بالتشاور مع الاخوه جميعا على موعد وقفه امام المجلس الاعلى للقوات المسلحه واختيار وفد حتى يمثل الاخوه ويدخل مجلس القوات المسلحه لتقطع اي عرض مطالب المشروعه لتنفيذها واخراج والافراج عن اخواتنا المسلمات الاسيرات في سجون الاديره. اخواننا نسالكم جميعا بالله تبارك وتعالى حشد اكبر عدد ممكن من الاخوه في الوقفه القادمه. وقفه مهمه ووقفه حاسمه، وقفه مهمه ووقفه حاسمه هتبقى امام مجلس القوات المسلحه. اللهم تقبل منا عملنا. آمين. اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل. آمين. اللهم تقبل منا صالح الاعمال. آمين. اللهم اغفر لنا في جمعنا هذا. آمين. اللهم اجعل تفرقنا بعد جمعنا معصوما. آمين. اللهم اجعل تفرقنا بعد جمعنا معصوما. آمين. اللهم اجعل تفرقنا بعد جمعنا معصوما. آمين. اللهم اغفر لكل من حضر هذه الوقفه. آمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الا بذنب مغفور وتجاره لن تبور. اللهم الف بين قلوبنا. اللهم الف بين قلوبنا. اللهم الف بين قلوبنا. اللهم قرب فرجك على الاخوات الاسيرات. اللهم قرب فرجك على الاخوات الاسيرات. اللهم فرج عنهن كربهن. اللهم استعملنا جميعا لنصرة دينك ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا جميعا لنصرة دينك ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا جميعا لنصرة دينك ولا تستبدلنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. شوف احمد الغريب اهو بس لابد يا شيخ من توضيح العنوان. السلام عليكم يا اخواننا، الورقه ديت الاخوه اخذوا منها القصه بتاعت